أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن، نجدو. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جولة أطفال، معي أنا صديقتكم إلهام. ستشاهدون في هذه الحلقة أخبار متفرقة ومعلومات قيمة، وكذلك استعراضات لمشاركاتكم التي أرسلتموها لنا. تابعوا معنا هذه الحلقة. أطفال ومواهب تشارك في افتتاح ملتقى التراث العمراني بالعلا. شاركت فرقة أطفال ومواهب الاستعراضية في حفل افتتاح ملتقى التراث العمراني الوطني بالعلا برعاية أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وعلى شرف أمير السياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهم، وذلك من خلال أوبريت خاص لهذه المناسبة. أوبريت العلا تراث وحضارة، تقدمه فرقة أطفال ومواهب الاستعراضية. أحلى المعاني وأعتب الألحان، بأحلى المعاني وأعتب الألحان، وأسمى الأماني وأصدق الإيمان، يزف الأماني لأهل العلا والشام. تحية فواحة فيها الورود ألوان، لأمير السياحة سلطان بن سلمان، وأمير المدينة فيصل بن سلمان. تحية فواحة فيها الورود ألوان، لأمير السياحة سلطان بن سلمان، وأمير المدينة فيصل بن سلمان. بأحلى المعاني وأعتب الألحان، وأسمى الأماني وأصدق الإيمان، أسعد الوجدان. قبوركم هذا لطيبكم عنوان، رعاكم المولى يا أكرم العربان. لكل موافى وأسعد الوجدان، قبوركم هذا لطيبكم عنوان، رعاكم المولى يا أكرم العربان. انتهاء الموسم الأول من برنامج المواهب بنجاح كبير. انتهى برنامج المواهب في موسمه الأول بعد تنافس كبير بين المتسابقين، حيث حقق المركز الأول أمجد الفافي والجائزة سيارة، وفي المركز الثاني مكرر تغرين متنك والجائزة سيارة، وفي المركز الثاني ليلى شوك والجائزة غرفة نوم متكاملة مع جهاز كمبيوتر متكامل، وفي المركز الثالث حلا مطر والجائزة مبلغ 5000 ريال مع انضمام للقناة، وفي المركز الرابع أحمد الأحمر والجائزة جهاز لابتوب مع آيبود، وفي المركز الخامس فجر شاجري والجائزة جهاز لابتوب. أهلا مرحبا كل من له موهبة، أهلا 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 مرحبا، أهلا 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 مرحبا، أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة، والمواهب تلتقي بالعيون المعجبة. أهلا أهلا مرحبا، أهلا أهلا مرحبا، أهلا 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 مرحبا، أهلا أهلا مرحبا كل من له
كل من يمتلك فكرة وفن. كم مواهب في الوطن. النجمة مها تستعد لكليب جديد بعنوان يا مكة بأسلوب مختلف جدا. بدأت نجمة أطفال ومواهب مها أبو جبل الاستعداد لتسجيل كليب جديد بعنوان يا مكة بأسلوب جديد، وسيكون مفاجأة لمتابعي قناة أطفال ومواهب. مكة يا مكة يا حبنا يا مكة يا قبلة الصلاة، الكعبة فيها مكة اللي منها جانا رسول الله. مكة يا مكة يا حبنا يا مكة يا قبلة الصلاة، الكعبة فيها مكة اللي منها جانا رسول الله. أحلى صوت طفولي في موسمه الثاني. بدأت قناة أطفال ومواهب الفضائية في استقبال طلبات التسجيل في برنامج أحلى صوت طفولي في موسمه الثاني، بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في العام الماضي. ومن أراد التسجيل في البرنامج عليه مراجعة مركز الصالح الترفيهي بجازان يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 10 مساء، وللاستفسار الاتصال على الرقم 700-1007. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى البراعم. هل صوتك جميل؟ هل تحب أن تكون نجما مشهورا؟ هل تريد أن يكون لك كليبات إنشادية؟ صوتك حكم بين الأصوات، شجع وأيد. أكيد نعم، شجع واختار أحلى صوت. الآن بدأ التسجيل في برنامج أحلى صوت الموسم الثاني. سارع بالتسجيل الآن، ما عليك سوى مراجعة مركز الصالح الترفيهي بجازان يوميا من 5 عصرا إلى 10 مساء، للاستفسار اتصل على الرقم 700-1007. شجع واختار أحلى صوت. الحمد لله. يرحمك الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. ارتفاع كبير في نزلات البرد في فصل الشتاء. يسجل في فصل الشتاء ارتفاعا ملحوظا في نسبة المصابين بنزلات البرد الزكام في ظل الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي. ولفت أطباء الأطفال إلى ارتفاع ملموس في عدد حالات الأطفال تحديدا المصابين بنزلات البرد. وأوضح الأطباء أن التغيرات الراهنة في الجو المتمثلة في الانخفاض الحاد في درجات الحرارة تساعد على نشاط الفيروسات، وبالتالي يصاب كثيرون بالالتهابات الفيروسية التي تؤدي إلى الزكام والإنفلونزا. ودعا الأطباء الأهالي إلى الأكثر من شرب السوائل لا سيما الماء في ظل قلة إقبال الأهالي على شرب الماء خلال فصل الشتاء وغسل اليدين قبل الأكل. العسل يزيد قدرات طفلك الذهنية. العسل أحد أهم المنتجات الطبيعية الغنية بالفيتامينات، بما له من قدرة طبيعية في الوقاية من الكثير من الأمراض، بالإضافة لدوره في إمداد الجسم بالقوة والطاقة والنشاط، حيث يقول خبراء التغذية أنه من الضروري أن تنتبه الأمهات إلى أهمية إعطاء الطفل مقدار بسيط من العسل كل صباح قبل ذهابه للمدرسة، بما يساعد على تنمية قدرة الطفل الإدراكية لاستيعاب وتحصيل المناهج الدراسية. وأضافوا أن العسل يعالج الزكام ونزلات البرد عند الطفل بمزج ملعقة عسل كبيرة مع كوب حليب دافئ، أو إضافة ملعقة عسل مع نصف كوب من عصير الليمون الطبيعي. وأكدوا على قدرة العسل في علاج السعال أو أمراض الرئة عند الطفل
بكوب صغير من العسل مضاف إليه ملعقة صغيرة من الزنجبيل مع عصير ليمون، وأشاروا لما يحتويه العسل من بروتينات وفيتامينات ومعادن اللازم لبناء جسم الطفل وتنمية القدرة الذهنية للطفل. اللبان يسبب الصداع لدى الأطفال. أجرى المختصون دراسة لحالة 30 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، وكان كل المشاركين في البحث يشكون من الصداع. وبعد فحص الأطفال اتضح أنهم يمضغون اللبان كل يوم، وبعد منعهم من مضغ اللبان سجل الأطباء توقف الصداع لدى 19 طفلا، وبعد عودتهم إلى مضغ اللبان تجدد شكواهم من الصداع. يرى كثيرون أن اللبان قادر على تخفيف الوزن والحماية من البدانة إذ يخفف الشعور بالجوع، غير أن الخبراء يؤكدون خطأ هذا الاعتقاد. وأظهرت نتائج البحوث الأخيرة أن مضغ لبان النعناع يعزز الشعور بالجوع، علاوة على أن مضغ اللبان يثير التهاب المعدة والقرحة في حال وجودها، كما أن ابتلاع اللبان صدفة قد يسبب الإمساك أو الانسداد المعوي. بينما يوصي أطباء الأسنان باستخدام اللبان لتنظيف الأسنان بعد تناول الطعام بما لا يزيد عن 15 دقيقة، وإن حصر التأثير الإيجابي للبان في مساعدته في تخفيف التأثير السلبي على الأذن أثناء التحليق في الطائرة. نحافة الأطفال أسباب وحلول. نحافة الأطفال قد تكون وراثية أو مرضية أو تتعلق بالعادات الغذائية. بينما يعاني الكثير من الأطفال زيادة الوزن، يعاني آخرون نقصانه بشكل كبير. وترجع مشكلة النحافة لدى الأطفال إلى أسباب عدة قد تكون وراثية أو مرضية أو تتعلق بالعادات الغذائية للطفل. ومن خلال بعض الوسائل البسيطة يمكن للآباء التغلب على هذه المشكلة، على شرط ألا تكون ناجمة عن إصابة الطفل بمرض حقيقي. وأوضح خبراء التغذية أنه عادة ما ترتبط بداية مشكلة النحافة لدى الأطفال، ولا سيما الأطفال الأكبر عمرا، بالإصابة بأحد اضطرابات الطعام بصفة خاصة كفقدان الشهية العصبي مثلا، الذي يزداد معدل الإصابة به في المرحلة العمرية المتراوحة بين عمر 11 و12 عاما، ولا سيما لدى الفتيات اللائي يبدأن الدخول في مرحلة المراهقة وتزداد لديهن الرغبة في الحفاظ على رشاقتهن بشكل مرضي. وأضاف الخبراء أن الحالة المزاجية للطفل وكذلك السلوك الغذائي للأسرة بأكملها جميعها عوامل تؤثر في وزن الطفل. وللتصدي لمشكلة النحافة لدى الطفل، حذر أخصائي الطب الغذائي الآباء من زيادة كمية الطعام أو عدد الوجبات للأطفال. من الأفضل استبدال أنواع الأطعمة قليلة السعرات الحرارية بأخرى تحتوي على كمية كبيرة من الطاقة، من خلال تقديم الزبادي كامل الدسم مثلا للطفل بدلا من الزبادي قليل الدسم. أما الآن مع فقرة مشاركات الأصدقاء. أطفال ومواهب نحن، كلمات وعنقها لحن، نجد حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن، كلمات انت شاهد يا جمال يا للوطن، الله ما مثله وطن يا زمان. انت شاهد يا جمال للوطن، والله ما مثله وطن يا زمان يا زمان. انت شاهد يا زمان يلي منانا لقاك يا معك تطيب الليالي،
يا ألف مرحب وحيا أسعد الله مساك يا يلي منانا لقاك يا معك تطيب الليالي ويا ألف مرحب وحيا أسعد الله مساك يا يلي منانا لقاك يا معك تطيب الليالي كلماتنا عرقها لحن نجد حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا أطفال ومواهب نحن كلماتنا عرقها لحن نجد حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا على متابعتكم، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الحلقة من برنامج جولة أطفال. ننتظر مشاركاتكم على العناوين التالية: أطفال ومواهب نحن كلماتنا عرقها لحن نجد يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا أطفال ومواهب نحن كلمات عانقة إلى اللقاء. لا لا لا.
محمد مصاب بالزكام، فيجب أن تكثر من شرب السوائل وخاصة عصير الليمون مع ملعقة من العسل. يجب يا محمد أن لا تشرب من السوائل الباردة وخاصة الآيس كريم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نشدو حتى يقف الزمن. إلى اللقاء.